مساء الخير. على نار هادئة يطبخ الرئيس التونسي قراراته ولا يبدو مستعجلا مطلقا، خصوصا بعد التظاهرات الأخيرة التي وضعته في موقف مريح في مواجهة القوى السياسية المعارضة، لكن ذلك لا يعفيه من حجم المسؤولية الاقتصادية في ظل شح خزينة الدولة وضرورة استعجال ولادة الحكومة للبحث عن حل لتفاقم عجز الميزانية. عموما، هل من صواريخ جديدة على منصات صعيد؟ وماذا في جعبة الأحزاب المعارضة لمواجهة صعيد وتدابيره؟ تونس سؤال المصير لليلة مع ضيفينا. السيد نجيب الحاجي قيادي مؤسس في حركة وطن عادل معنا من العاصمة التونسية. ونرحب أيضا بالسيدة ريم محجوب رئيسة المكتب السياسي في حزب أفاق تونس أيضا معنا من العاصمة التونسية. أهلا بكما سيدة ريم وسيد نجيب. اسمح لي سيد نجيب أن أبدأ مع العنصر النسائي، مع السيدة ريم وأفاق تونس. سيدة ريم، كيف قرأتم المشهد بالأمس من العاصمة التونسية، هذه الشرعية الشعبية التي قيل بأنه يستند إليها الرئيس قيس سعيد، علما بأنه الأمين العام لأفاق تونس عبد الكافي يقول حكومة نجلاء بودن فرضها الأمر الواقع وشرعيتها منقوصة؟ شكرا. هو نعمل لمحة تاريخية على اللي صار منذ 25 جويلية. احنا كحزب لما الاعلان اللي عمله رئيس الجمهوريه يوم 25 جويلية اعتبرناه صدمه ايجابيه ورحبنا به، والى يومنا هذا احنا نريد ان نحقق اهداف 25 جويلية، لان المنظومه التي كانت منظومه فاسده، ونحن كنا نطالب باسقاط هذه المنظومه منذ العديد من السنوات، وكنا ناضلنا داخل المجلس وخارج المجلس، وقلنا أخيرا أن خاصة المجلس بعد انتخابات 2019 هو مجلس يعني خراب، يعني هو يعني مجلس كان تعيسا جدا، وطالبنا باستقالة رئيس المجلس آنذاك راشد الغنوشي، وطالبنا أيضا باستقالة الحكومة لأنها لم تكن في مستوى انتظارات الشعب التونسي. ولكن ما نلومه على الرئيس قيس سعيد هو أنه ماضي لوحده في الإصلاحات التي يراها ضرورية، ونحن لا نناقش أن يجب أن تكون هناك إصلاحات، ولكن يجب أن تكون هناك تشاركية، وأن نسقف التدابير الاستثنائية هذه لا نريدها أن تدوم، ونريد أن نرجع إلى الشرعية في أقرب وقت. صحيح هناك ليس هناك شرعية اليوم فيما يقوم به السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية، ولكن هناك مشروعية، ورأينا البارحة مشروعية الشارع، ويمكن هذا أن يتركنا أن نتفهم هذا، ولكن نريد في الأخير أن تنجح تونس، ولكي تنجح تونس يجب على رئيس الجمهورية أن ينفتح إلى القوى الوطنية، القوى الحرة، القوى التي ما سأفصل معك سيدة ريم تحديدا هذه الدعوة للحوار، وهذا مطلب من مطالب أحزاب تونسية من ضمنها أفاق تونس، ونحن نتحدث يعني عن أحزاب شكلت هذا التكتل بعد 25 جويلية، من ضمنها الحزب الجمهوري، التيار الديمقراطي، أفاق تونس، وأيضا التكتل من أجل العمل والحريات. بما اتخذه الرئيس قيس سعيد، ولا سيما نحن نتحدث قبل قليل، وهنا انتقل الى السيد نجيب الحاجي، حركة وطن عادل، هذا الحزب السياسي الجديد الذي ولد بندوة اعلن عنها او اعلن عنها في يوم 26 من تموز جويليا الماضي، يعني مباشرة بعد اجراءات الرئيس قيس سعيد. استاذ نجيب، كيف نظرتم الى المشهد تحديدا بالأمس من العاصمة التونسية وهذه المشروعية كما قالت السيدة ريم التي أعطيت أو كلفها الشعب حتى الآن المزاج الشعبي بالالتفاف حول قرارات الرئيس قيس سعيد؟ أولا شكرا على الدعوة. بالنسبة لحركة وطن عادل،
التأسيس وعملت ندوتها التأسيسية في 26 جويلية 2020، أي أن استبقنا الحدث بسنة كاملة، و26 هي كانت رمزية لحركة وطن عادل للتعبير على أن وصلنا لعجز المنظومة وعليه لابد من الذهاب إلى جمهورية ثالثة للإصلاح والبناء. و26 هي تقصد بالذات 25 زائد واحد، إذن الضرورة باعتبار أننا نعتبر أن الفترة الممتدة من الاستقلال إلى 14 جانفي هي الجمهورية الأولى، والفترة الممتدة في العشر سنوات هذه اعتبرناها جمهورية ثانية وجمهورية الانتقال أو يسمى بالانتقال الديمقراطي. اعتبرنا تقييم حركة وطن عادل يعتبر أن المنظومة وصلت إلى حالة من العجز وعليه لابد أن نذهب إلى جمهورية ثالثة، وبالتالي حركة وطن عادل استبقت مفهوم الجمهورية الثالثة واعتبرت نفسها أول حزب في الجمهورية الثالثة من 26 جويلية 2020. بما يعني أنه للتوضيح أستاذ نجيب، أنا حصل معي الالتباس، يعني نحن نتحدث قبل عام ولدت يعني ولد هذا الحزب أو حركة وطن عادل. الحقيقة وحتى هو هذا الحزب بدأ في العمل والتواجد مباشرة بعد انتخابات 2019، وما انتجه هذا البرلمان من مجموعة لصوص ومجرمين وكل منها وعملاء، بما خلى أن اليوم كل الوطنيين يجتمعوا لبناء تصور جديد وحركة وطن لإنقاذ الوطن. جاءت الندوة متاع 26 جويلية لتؤكد تصوراتنا على العجز التام للمنظومة وضرورة الذهاب إلى جمهورية ثالثة معناها تخدم الشعب التونسي وتخدم التوانسة واللي تحافظ على السلم الأهلي وتحافظ على معناها وحدة الدولة وتسعى إلى إعادة رمرمة وبناء الدولة التونسية. ما حدث في 25، هنا نأتي في سياق 25 جويلية، ما يعتبره البعض ربما شبه من انقلاب يعتبره، احنا ساعة بالنسبة لحركة وطن عادل نعتبر أن انحيازنا هو كان انحيازا طبيعيا، لأنه في كل حالات نحن كنا نبحث عن مخرج وتطبيق للجمهورية الثالثة. كيف سنذهب للجمهورية الثالثة؟ قيس سعيد استجاب للشعب التونسي كما استجاب لحركة وطن عادل في أنه معناها طبق الفصل 80، لأنه في الحقيقة ربما ثم ناس مازالت تتداول بين الشرعية والمشروعية. احنا نعتبر أنه 25 هو معناها مفصل تاريخي هام جدا في البلاد، اللي هو بالضرورة سيؤدي إلى نقلة نوعية، حتى وإن عجز قيس على استكمال عملية الإصلاح والبناء، لكن نقول وأنه قيس معناها بشكل آخر أنجز مهمة تاريخية سيبقى يذكرها الشعب التونسي، لأنه حافظ على وحدة الشعب التونسي وحافظ على وحدة الدولة التونسية ووفر فرصة لأن نعود ننظر ونساهم في كنا في البناء، كل وطنيين والشرفاء يساهموا في عملية البناء والإصلاح لأجل تونس. إذا معناها ناخذ أستاذ نجيب، يعني أنا سأفصل معك لماذا لديكم هذا الإيمان بوطن عادل أو بحركة وطن عادل، بأنه ما اتخذه من قرارات رئيس قيس سعيد تؤسس للجمهورية الثالثة، يعني لشكل نظام جديد لمرحلة جديدة لبرلمان ودستور جديد كما يتم الحديث عنه، ما هو المتوقع؟ لا سيما يعني في كلام ملفت قبل دخولنا إلى هذه الحلقة، الرئيس قيس سعيد يقول سيتم تركيز الحكومة بعيدا عن الانتهازيين، لن نتعامل مع من جوع الشعب ونكل به، بتجديد لهذه المواقف المتجددة والتي ليست هي بالجديدة. ولكن اسمح لي أن نتوقف مع أبرز الصحف العربية وكذلك التونسية بكيفية تفاعلها مع المشهد التونسي. نبدأ مع جريدة المغرب التونسية التي رأت أن الدعوات إلى الحوار الذي روج له بعض قادة النهضة تحت يافطة المستقلين كانت بهدف جر سعيد إلى المربع الذي يجدون التحكم في تحريك خيوطه، وذلك للتدليل على فشل مساعيه في تنفيذ ما عزم عليه، ولا سيما بعدما أقدم على ما لم يقرأ له حسابا عندما كلف نجلاء بودن، بالضبط كما لم يقرأ حسابا لشخصية سعيد عندما ترشح لمنصب الرئاسة وعندما تسلم مهماته من دون أن تكون له سابق تجربة في التسيير. والغريب أن المؤاخذين لرئيس الدولة ومنتقديه بخصوص تكليف بودن تناسوا أن أغلب الذين كلفوا بالمهمات نفسها لم يكونوا من اللامعين في تسيير مؤسسات الدولة. من المغرب التونسية إلى صحيفة الرؤية الإماراتية، حيث قالت في مقال
إن رهان سعيد على بودن سيكون موضع اختبار دائم على اعتبار أن كل الرسائل التي أخفاها في اسم المكلفة ستتحول إلى عقبات قد يضعها خصومه أمام رئيسة الحكومة، ولا سيما أنها لن تكون محمية بحزب أو بكتلة برلمانية، وما يمكن أن ييسر أو ييسر مهمتها هو رؤية واضحة للأهداف وللمراحل وللأجال وتحديد آليات الانتقال من التدابير الاستثنائية إلى المؤسسات السياسية الراسخة. سيدة ريم، انطلق من الجريدتين أو من الصحيفتين، ولكن مما ذكرته بداية جريدة المغرب اللاتونسية الدعوة إلى الحوار، وهنا نتحدث عما جرى بالاتصال الهاتفي بين الرئيس قيس سعيد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هل ارتحتم إلى هذه الخطوة؟ ولا سيما كان في مطالب وأنتم جزء من الأحزاب التي طلبتم بإمكانية تشريك كل هذه المكونات الحزبية في المشهد اللاتونسي لفتح باب الحوار. ولماذا الغنوشي وحركة النهضة تسعى دائما للتصويب على خطوات سعيد من خلال فتح باب الحوار بما أسمته يمكن يافطة المستقلين أو استخدام فئة معينة أخرى هي تابعة للنهضة ولكن بمسميات أخرى؟ سيدة ريم. شكرا. أولا تلقينا خبر أن سيكون هناك حوار، تلقيناه عبر يعني وسائل إعلام الخارجية الإعلام الفرنسي، لم نتلقاه عبر رئيس الجمهورية، وهذا الحقيقة يجعلنا نتألم لهذا. كنا نفضل أن يتحدث إلينا رئيس الجمهورية ويخبرنا كيف ستكون المراحل المقبلة وما هي الأولويات. أنا لا أريد هي الرئاسة الفرنسية التي أعلنت ذلك بالتفصيل، يعني بالاتصال الهاتفي. نعم. الذي جرى بين الرئيس سعيد ونظيره الفرنسي. نعم. ماكرون. نعم نعم قرأناه فيما كتبت وهذا كنا نفضل أن نسمعه من رئيس الجمهورية ويتحدث إلى الشعب ما هي المراحل المقبلة، كيف سيكون هذا الإصلاح السياسي، كيف سيكون هذه اللجنة، كيف سيكون الحوار، من سيتكون هذا الحوار. كل هذه نقاط ما زالت ضبابية وكلها نقاط استفهام. بالنسبة للنهضة هي تراوغ دائما، ولكن لا أريد أن أتحدث عنها لأن هي سبب الخراب الذي وصلنا إليه، وهي التي أوصلتنا إلى يوم 25 جويلية. ونطلب هنا رئيس الجمهورية أن يحاسب كل من كانت له إما قضية فساد أو قضية في أنه يعني قضايا الإرهاب التي صارت في تونس أو التسفير لشبابنا، أو يعني يفتح الملفات، ملف الجهاز السري. هناك العديد من الملفات يريد الشعب التونسي أن يعرف ما حقيقتها، وأن كل طرف يتحمل المسؤولية في هذا لكي نتقدم. ولكن سيدة ريم، بتموضعكم ألا تخدمون أجندة حركة النهضة بموقفكم الحالي والآن تجاه يمكن دعوة الحوار، قرارات الرئيس قيس سعيد، التشكيك بما ستقدم عليه هذه الحكومة والمهام الموكلة إليها، ألا تخدمون أجندة النهضة؟ لا بتاتا، احنا نطلب ان يكون الحوار بين الاطراف الوطنيه، الاطراف التي الاحرار الذين يريدون ان يبنون تونس الغد، ونريد ان تفتح الملفات، ونريد ان يحاسب كل طرف، وان تكشف كل الحقيقه. واحنا ندافع على الديمقراطيه وندافع على الدوله المدنيه، وهذا هو اللي طلبت به ثوره 17 ديسمبر 14 جانفي. واحنا كذلك نريد ان تكون يعني الإفلات بين العقاب واللا عقاب أن لا نراه في المستقبل، ولا نريد أن يكون يعني
أطحنا بنظام ولا نريد أن يتشكل لوبيات أخرى. يعني يجب أن يكون بناء وتصحيح المسار بصفة تشاركية، بصفة شفافة، بصفة واضحة، تكون هالإجراءات الاستثنائية، لأن احنا اليوم لسنا في تحت طائلة خرجنا من الدستور، نحن في إطار المرسوم 117 الذي هو نصب نفسه يعني فوق الدستور. يعني احنا عندنا الهرم الكلساني انقلب اليوم، ولكن لا نريد ان يطول هذا الوضع، نريد ان نعود الى المؤسسات الشرعيه. رغم كل الخطوات التي اتخذت حتى الان لم تبدد هذه الهواجس والمخاوف لدى افاق تونس ولدى بعض الاحزاب المعارضه بشكل او باخر للنهج الذي اتخذه السيد او الرئيس قيس سعيد بعد 25 جويلية. هذه النقطة احيلها اليك سيد نجيب الحاجي، كيف قرأتم اعلان الرئاسة الفرنسية عن خطوة الحوار، ولماذا هذه الاحزاب التي من ضمنها افاق تونس لديها هذه المخاوف بانها ستعود الى شكل من اشكال النظام والتفرد بالحكم، وبانه حتى حكومة السيدة نجلاء بودن هي سوف تكون اكثر املاءات لما تصدره الرئاسة التونسية لهذه الحكومة والسلطة التنفيذية؟ أولا، ما تستصدره الدول الأجنبية هذا لا يعني الشعب التونسي ولا الدولة التونسية في أي شيء. المسألة الديمقراطية والمسألة التعامل في علاقة بالوقائع هي شأن تونسي بحت، وعلى جميع مكونات معناها السياسية والمنظمات أن تتعامل مع الداخل، مسألة وهو شأن داخلي. بربي أنا نحب نرجع باعتبار أنه ثم البعض يحب يعتبر أنه قيس معناها نصب نفسه فوق الدستور بتطبيق الفصل 117 وكذا، معناها تصحيحا للوضع راهو معناها لحظة 25 اللي، وأنا نعود إلى هذا الدستور الذي لم يتيح أو لم يقدم صلاحيات كبيرة حقيقة لرئيس الجمهورية، وذلك بفعل معتمد معناها اعتمدته الناس لعادة الدستور، لكن راهو الدستور أعطى لرئيس الدولة حق التأويل وحق أنه يحمي معناها السلم الأهلي التونسي، وهو ما ذهب إليه قيس سعيد في لحظة 25 جويلية اللي هو حماية معناها الشعب التونسي بتطبيق الفصل 80، معتبرا أن هذا الخطر الداهم سببه البرلمان، برلمان العصابات والمجرمين والسراق. وبالتالي اليوم اللي يحكي على الحوار الوطني، هات نحدوا في هذا الحوار الوطني شكون الوطنيين. عندما نتحدث عن الحوار الوطني فنحن نتحدث عن وطنيين وشرفاء ومنظمات وطنيه. عن اي وطنيين نتحدث؟ احنا طبقنا الفصل 80، والاستاذ قيس سعيد طبق الفصل 80 اعتبار انه يعتبر هذا البرلمان هو سبب معناها النكبه، يعتبر انه هذا البرلمان قريب يوصلنا الى الاحتراب الداخلي بالجدال الموجود وبتفقير الشعب التونسي وتهميشهم، وبكونه اصبحت معناها اللصوص والصراخ هي معناها سيده السلطه وتحولت الى سلطه مشرعه. راهو لازم نفهموا هنا انه معناها حقيقه 25 هي انقاذ الدوله من انهيار. اليوم هيجي نحكيو ما بعد 25، اليوم السيد قيس سعيد اوقف نزيف الانهيار وتفكك الدوله وحماه الشعب التونسي ووحده. تسمح لي استاذ نجيب، ولكن اذا كان في هنالك توافق على انه اوقف هذا النزيف وقام بالخطوه الصحيحه لتصحيح المسار في 25 جويلية، ولكن كانت المخاوف اكبر بما تبع 25 جويلية وتحديدا 22 من ايلول سبتمبر المرسوم الرئاسي 117، هل اليوم نتحدث عن مرحلة اختبار أو موضوع اختبار دائم بالنسبة لحكومة نجلاء بودن؟ لأنه من أصدر هذا الاسم أو من أوكل هذه المأمة هو الرئيس قيس سعيد، وبالتالي من يملك الصلاحيات الأساسية أو يمتلك هذه الصلاحيات هي رئاسة تونسية وليس رئاسة السلطة التنفيذية أو رئاسة مجلس الوزراء. بدا هو اذا كان ثم اللوم على هالبطء، كما نرجع هو مكونات الحوار، انا ما نراش انه قيس سعيد رفض الحوار واكد في اكثر من مره انه مع انه ما يحب يتعامل مع الاحزاب الوطنيه والاحرار والوطنيين، لكن السؤال الان باعتبار انك انت اليوم حليت معناها شانتي كبير، انت اليوم حليت
معناها نحن لم نحاسب بدءا، مازلنا ما بديناش محاسبه، احنا مازلنا نستنوا في تقارير محكمه المحاسبات في علاقه بالقائمات والتمويل الاجنبي وغيره، وثم قضايا مفتوحه. كيف نفتح حوار اليوم مع ما هو متهم بكونه يدير جهاز سري؟ كيف نفتح حوار اليوم وطني مع من هو هارب من تونس؟ كيفاش نحلوا حوار مع ناس متهمه بالفساد؟ لابد ان ننتظر نعطي القيس سعيد معناها الفتره اللازمه لكونه يقدر معناها اولا يحط الملفات هذه ويفتح جميعها. استاذ نجيب، هل تسمح لي برؤيتكم متى يجب ان ينطلق هذا الحوار وكيف؟ يعني بالشكل وبالمضمون بالاسلوب، اي مكونات يجب ان تشارك في هذا الحوار؟ نتحدث يمكن عن مكونات وطنيه مثلا مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، لديه مطالب بإجراء هذا الحوار لتشكيل ومعرفة ملامح المرحلة المقبلة. شكلا المهمة لتحديد الأجيال تبقى لدى رئيس الدولة باعتبار هو الماسك بخطوط الملفات، باعتبار احنا اليوم كحركة وطن عادل ماناش نناقش معه مباشرة مش نعلم الشكل، لكن مضمونا تأكدي أنه مش يكون هناك حوار بين الأحزاب الوطنية والمنظمات الوطنية، وكل شرفاء اللي دافعوا عن المسألة الوطنية سيكون أنا أعتقد أنه مش يكونوا ضمن آليات الحوار. الطريقة والشكل هذا نجم يتحدد، لأنه اليوم ثم معناها مهام كبرى أخرى، ثم مسألة اقتصادية واجتماعية. اليوم سيد رئيس الجمهورية يحاول أن يسرع في اختيار معناها تركيبة بتاع حكومة وتكليف، معنا السيدة نجلاء جاء في هذا الإطار، ومن ثم تكليف مجموعة وزراء باش يقوموا على الشأن الاقتصادي وإدارة الدولة التونسية، معناها إلى حدود تتوضح خريطة طريق وتتوضح الرؤية نحو الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها أو غيره. رأي الناس تستبق اليوم القرارات هذه ما تنجمش تكون معناها مستعجلة، خاصة أنك اليوم أنت معناها وقت طبقت على كم هائل من فئة سياسية متهمة بالفساد ومتهمة بقضايا معناها بما فيها الإرهاب وتكوين أجهزة سرية موازية للدولة. طب هل تسمح لي أن أنقل هذه النقاط إلى سيد ريم؟ نعم، سيد ريم يقول لك أستاذ نجيب لا يمكن إطلاق هذا الحوار مع مكونات كانت ضالعة في العشرية الماضية وهي أسهمت بما آلت إليه الأمور في تونس، هؤلاء بشكل أو بآخر يصنفون بمن جوعوا الشعب التونسي، انتهازيون استغلوا مآسي الشعب التونسي، ما هو ردكم على ذلك؟ وألا يحق للرئيس قيس سعيد بأن يطهر تحت يمكن أو بين مزدوجين هذه المنظومة القائمة، هذه المكونات الحالية للمشهد التونسي السياسي؟ شكرا. نحن لا نقول أنه يفتح حوار مع الذين فقروا وجوعوا وقتلوا وتسببوا في انهيار الدولة التونسية منذ 10 سنوات، لا نقول يجب أن يتحاور معهم، بل نقول يجب أن يحاسبوا ويجب أن تفتح الملفات، ولكن لا يمكن أن نضع كل الأحزاب في نفس السلة، لا يمكن أن نضع كل، أنا كنت عضو مؤسسة وكنت عضو في مجلس النواب السابق وكنت ناضلت ضد هذا التيار ولا زلت أناضل، ولا أقبل أن أوضع في نفس السلة مع هذم الذين سرقوا الشعب التونسي والذي جوعوه والذين دمروا الدراسة والذين دمروا كل حلم في شاب تونسي والذين بعثوهم إلى بؤر القتال والذين بعثوهم في البحر الأبيض المتوسط ليموتوا. أنا مع أن هذه المنظومة تمحى، وأنا قلت في أول اللقاء نحن في أفاق تونس مع 25 جويلية، ولكن نحن نريد أن نبني مستقبلا مع بعض، ولا نقبل أن رئيس الجمهورية يستفرد لوحده في الإصلاحات السياسية. ويمكن إذا كان هو محبش لا يريد أن يتكلم مع الأحزاب فليكن، ولكن هناك منظمات عريقة في تونس أن ينفتح، لا يمكن أي مهما كان. ما المقصود بالمنظمات يا سيدة ريم؟ يعني إذا لم نتحدث عن أحزاب سياسية، عن منظمات نقابية تقصدين؟ يعني إذا أن نفصل بشكل الحوار، حتى الآن يبدو في نية للتوجه إلى هذا الحوار وبلب وجوهر
يظهر الموضوع اليوم الحديث عن مصير هذا البرلمان في ظل دعوات يعني مثلا السيد الغنوشي رئيس البرلمان هو مصر على أنه في حالة انعقاد له، في معارضة كبيرة، في بيانات من قبل النواب الرافضة لإعادة العمل بهذا البرلمان القائم حاليا. لا لا، البرلمان انتهى ولا يمكن بأي حال أن نرجع إلى ما قبل 25 جويلة. نحن نرفض أن نرجع إلى ما قبل 25 جويلة، وكذلك نرفض أن نرجع إلى ما قبل 17 ديسمبر. يعني احنا هناك مكسب الحرية ومكسب الديمقراطية لا نريد أن نفرط فيها. يعني في كل ديمقراطية فما هنالك سلطة وفما هنالك سلطة مضادة، ولا يمكن أن يكون التوجه أحادي وأن القرارات تصدر من شخص واحد وأنها لا نعرف من يتشاور مع من رئيس الجمهورية. وهذا الذي نريد أن نطلب من رئيس الجمهورية، نحن نريده أن ينجح، لأن في نجاح البلد ونجاح الوطن، ولكن لا يمكنه النجاح إذا كان واصل في هذا المنهج الذي يستفرد بالرأي ويستفرد بالقرارات. وهذا هو. طب لماذا لا تعطونا الفرصة سيد ريم؟ يقال لكم يعني مباشرة الأمين العام لأفق تونس فاضل عبد الكافي أو رئيس حزب أفق تونس يقول اليوم ببرنامج ميدي شو في 4 أكتوبر 2021 يعني اليوم أن الحكومة هي بصدد التشكل، هي حكومة الأمر الواقع، وهذه الشرعية منقوصة. بناء على ماذا؟ على أي خلفية يتم الحكم مباشرة قبل تشكيلها الحكم على حكومة نجلاء بودن؟ لا، هذه قراءة قانونية، لأنها الحكومة ستشكل وعينت رئيسة الحكومة على أساس المرسوم 117 لا على أساس الدستور، وصلاحيات رئيس الحكومة ليست كصلاحيات الرئيس الحكومة الذي أتى من قبلها. يعني احنا في النهاية نريد أن هذه الحكومة نريدها النجاح، ونريد أن يتكون في أقرب الآجال حكومة وفريق يكون منسجم وفريق فيه الكفاءة، لأن عن رهانات كبيرة، عن انخرام في المالية العمومية، عن مطالب اقتصادية واجتماعية، وأن الشعب لما هذه هي مطالبه. يعني في نهاية الأمر هو وصل إلى حد أنه يمكن لا تهمه كثيرا القراءات السياسية ولا الدستورية والقانونية، يريد العيش الكريم، يريد أن الأمن، يريد أن يدرس أطفاله في أحسن المدارس، أن يلقى المستشفيات أين يذهب ليتعالج. هذه هي معناتها أولويات الشعب المواطن التونسي. ولكن نحن نرى مع الأسف أن الرئيس قيس سعيد ليست له مشكلة مع الوقت. يعني مضينا شهرين حتى نعين رئيسة الحكومة، والآن نترقب في أن الحكومة يعني تتشكل. هناك استحقاقات مالية مستعجلة، هناك قانون مالية يجب أن يصدر قبل 10 ديسمبر، هناك قانون مالية تكميلي، هناك عاجز ميزانية من أين سيأتي، هناك مانحين يجب أن نتناقش معهم ونتفاوض معهم. يعني مدة أكثر من شهرين والدولة في فراغ، لا يمكن أن نواصل في هذا. هذا هو. لا أدري إذا كان أستاذ نجيب الحاجي يوافقك بهذا الرأي بالنسبة لما تذكرينه بأنه تباطؤ بالخطوات التي تتخذ من قبل الرئيس قيس سعيد، وإذا ما كان ما يريده الشعب التونسي هو ما يريده أيضا الرئيس التونسي قيس سعيد. سأترك له حق الرد وحق الإجابة على هذه النقاط للأستاذ نجيب الحاجي، ولكن اسمح لي أن نذهب إلى فاصل قصير، من بعده نعود مشاهدينا الكرام لمواصلة حوار الليلة. تونس سؤال المصير، لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم.
من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تونس سؤال المصير، ونجدد الترحيب بضيفينا لليلة السيد نجيب الحاجي والسيدة ريم محجوب. أستأنف الحوار معك أستاذ نجيب بتعليق على ما ذكرته وقالته السيدة ريم قبل الفاصل، تحديدا بهذا البطء بالخطوات التي اتخذها رئيس تونسي قيس سعيد، وعلى ما يبدو ما فهمته من أيضا استنتاج وكلامها بأن ما يريده الشعب حتى الآن لم يترجمه بالخطوات العملية الرئيس قيس سعيد. ما هو ردكم؟ الحقيقة راهو نعود دائما أنه الحدث نتاع 25 وربما وقوة الحدث يخلي أنه بعض الأمور لم تكن مهيئة. اثنين، أنه الملفات كثيرة وكثيرة جدا في كل المجالات، بما يخلي أنه لابد أن تتضح الصورة. اليوم حتى تقرير دائرة معناها محاسبات ومحكمة محاسبات لم يجهز بعد نحو التثبت من معناها قانونية بعض القائمات التي ترشحت إلى مجلس النواب من عدمه. نحن ننتظر اليوم الأحكام، ثم قضاء باش يتخذ بعض الإجراءات. ما نجموش اليوم ندخلوا في القضاء نقولوا له غدوة خرج لنا. راهو الناس اليوم تستعجل في أمور المفترض أن نطالب بها. احنا في حركة وطن عادل نطالب بالحريات ونطالب بالممارسة الديمقراطية الحقيقية وباستقلالية القضاء، ولذا ما نجموش نستعجل كل الأمور بهذه السرعة. أنا نستغرب معناها البعض من السياسيين من يعتبرون أنفسهم شرفاء ووطنيين يتزايدون ويدافعوا على ديمقراطية العشر سنوات. هذه الديمقراطية اللي منصبة معناها، والدليل أن الديمقراطية هذه اللي جاتنا وهي معناها متاع 14 جانفي ونصبت بتدخل خارجي وبين بالكاشف أن هي ديمقراطية هشة وبنيت على الأموال وإعلام فاسد. النتيجة نتاعها أن اليوم الشارع لفظها نهائيا وقال ما البديل عن هذه الديمقراطية الهشة أستاذ نجيب؟ هي ديمقراطية منصبة وهشة ولم تعبر بتاتا عن الشعب التونسي، وكانت مركبة وكانت بتمويلات أجنبية وكانت معناها بفساد معناها رجال الأعمال اللي كانت تقف وراء بعض النواب، لم تكن تعبيرها حقيقية. نحن مع البناء الديمقراطي الحقيقي اللي عبر على كل التوانسة، نحن مع التمثيل الحقيقي اللي عبر على كل التوانسة. احنا نعتبر أن تونس دولة تنجم تعيش تجربة نموذجية، والتوانسة بإمكانهم أن يبنوا دولة ديمقراطية وفيها كل الحريات، لكن دون أن ننسى الأساسي وهو البعد الاجتماعي والاقتصادي. عن أي ديمقراطية نتحدث؟ الديمقراطية اللي خليت اليوم مسالين معناها في 100 ألف مليار دولار، اليوم الديمقراطية اللي خنقتنا؟ الديمقراطية اللي فكرت الشعب التونسي؟ هل قادرة حكومة السيدة نجلاء على تحقيق هذه الطموحات للشعب التونسي، بداية على الإنقاذ الاقتصادي لهذا الواقع الصعب؟ أولا نحن نقدر هذه كفاءة تونسية وتكونت وهي أكاديمية جامعية، احنا اليوم نقرأ فيها الثقة. مازال العمل ماهوش مجرد معناها السيدة نجلاء، هو عمل لكل المكونات الوطنية، الكل الوطنيين والشرفاء لازم يكون اليوم سند لقيس سعيد والحكومة من أجل أن نذهب بعيدا في الحفاظ وبناء التجربة الديمقراطية الحقيقية في تونس، من أجل أن نستعيد معناها تماسك الدولة التونسية ونعيد البناء من أجل الأجيال الجاية من أجل أبنائنا. أنا نستغرب راه مدام ريم نعرفها اللي في الأصل تدافع معناها عن المواقف الحقيقية، اليوم نقول مدام ريم وأنت بنت المهدية، شوف السويس وشوف هبيرة وشوف ولد الشامخ، شوف الشعب التونسي اليوم وين وصل. أنا في شخصي كموظف وزوجتي موظفة اليوم في سبتمبر مرعوب، انا مدير معناها نستدين باش نجم نقري صغاري. علاش نحكيو؟ تحب الشعب التونسي؟ البارح خرج الشعب التونسي واعطى وقدم الشرعيه وقدم لرئيس الدوله، قال له صلح الدوله واحنا معاك، صلح الدوله وابني واحنا معاك. اكثر من هذه الشرعيه قدم الشعب التونسي هبط واعطاه تفويض. احنا ما نحبوش تفويض في المساله انه عدم احترام الديمقراطيه واحترام الحريات. ونرجع بيك مدام انه الرئيس في كل مناسبة يؤكد على احترام الحريات ويؤكد على المسألة الديمقراطية ويؤكد على أنه البناء جاي شوية شوية، نصبر شوية. أما أنه نحن نسكن معناها نضغط عليه لاستعمال الأجنبي، وهذه حقيقة معناها الشعب التونسي لازم يعرفها أنه بعض القوى السياسية تستعمل الضغط في علاقة بالمسألة الديمقراطية والحريات من أجل. هل أفق تونس تلعب هذا الدور؟ يعني تمارس هي وبعض الأحزاب الضغط على الرئيس قيس سعيد أستاذ نجيب؟ وسأترك حق الرد كذلك للسيدة ريم. على ما يبدو أن أفاق تونس دخل في هذه البوقة الضغط من أجل حرمان الشعب التونسي من أنه يتنفس اجتماعيا، من أجل حرمان الدولة التونسية باش توجد حلول معناها اجتماعية واقتصادية والدور العجلة، لأنه اليوم هذا الضغط
تحت يافطة الديمقراطية والحرية، هو الهدف منه غلق كل منافذ تمويل ميزانية أو غلق كل منافذ ما ستقدمه بعض الدول لتونس من أجل سيد ريم وإصلاح يعني تحت ممتاز أستاذ نجيب، هل تسمح لي؟ نعم، تحت شعار أنه الخوف على هذه الديمقراطية، الديمقراطية الهشة كما وصفها أستاذ نجيب وحركة وطن عادل، أنتم اليوم تمارسون الضغط يعني بشكل أو بآخر العامل السلبي على الرئيس قيس سعيد بما قد يتجه إليه من إجراءات تنقذ الشعب التونسي، ما هو ردك؟ أولا نحن من غير مختلفين في التشخيص، يعني احنا لم نكن في ديمقراطية وكنا في ديمقراطية وهمية، والديمقراطية ليست انتخابات يوم الاقتراع فقط، وأن الوضع الاقتصادي والسياسي التي وصلتها البلاد اليوم مسؤولين عليها الناس اللي حكمت في البلاد، واحنا كحزب كنا في عديد المرات ومواقفنا موجودة ومسجلة أن كنا ننتقد السياسات والمنظومة، وقلنا في 2018 أن هذه المنظومة يجب أن تسقط، ولكن أنه اليوم احنا كما قلت نريد أن تتحقق مطالب 25 جويلية. ماذا طلب الشعب؟ الشعب طلب أن نقاوم الفساد. أين هو أين هي مقاومة الفساد؟ أنا كنت ولكن يقول لك استقلالية القضاء يا سيدة ريم، يعني لا يمكن الإملاء على القضاء من قبل الرئيس قيس سعيد، لا 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 استقلالية لا 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 لهذه الملفات التي تفتح بمحاسبة الفاسدين. هناك ملفات عند القضاء يمكن أن رئيس الجمهورية أن يضع مجموعة من القضاة الشرفاء وأن يحميهم وأن تفتح الملفات وأن تحاكم في أقرب الأجال، لأن القضايا أنا وحدة شخصيا عندي قضية بالجهاز السري في 2017 لما كنت نائب مع زملائي وضعنا قضية وإلى هذه اليوم تراوح مكانها، يعني احنا نطالب بكشف الحقيقة. حتى الآن في انتقائية بالنسبة لهذه الملفات التي تفتح في القضاء التونسي، أتحدث بعد فترة 25 قضاة غدوة تعتبروه قضاء مستقل؟ نعم نعم تتهمون بكونه معناه اليوم يتصدر كل السلطة، لو سيد الرئيس وضع قضاة ستعتبرونه سيد ريم اليوم يعني ما هو ردك؟ لأنكم تصفون الرئيس بأنه مستأثر بكل السلطات إذا مارس هذه الضغوط على القضاء لم يعد هنالك استقلالية. هذا أمر واقع، هو مستأثر بكل السلطات ليقوم بشيء يفيد مطالب الشعب، يعني هو اليوم في 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 فترة استثنائية يمكنه أن يقوم بهذا، أعطى لنفسه هذه الصلاحية ليفتح الملفات ولنرى يعني مقاومة حقيقية للفساد، لنرى محاسبة حقيقية للناس التي ساهمت في يعني الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي أصاب المواطن التونسي، للإحباط التي وصلت إليها الشباب التونسي، للانقطاع الدراسي الذي وصل إليه الشباب التونسي. يعني الديمقراطية في آخر المطاف، لماذا نطالب بديمقراطية؟ والديمقراطية كيف يمكنها أن تكون؟ لا تكون إلا بالرفاه في المجتمع، لا تكون إلا بالعيش الكريم، لأن المواطن لما يستيقظ في الصبح ولا يجد رغيف خبز لأبنائه لن يفكر غدا في أن يذهب إلى الانتخابات وأن ينظر إلى برامج الأحساب ولا أن يشارك في 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 الحياة السياسية. نحن نريد أن لا نعود إلى ديكتاتورية. هناك تخوف وهناك تخوف ومشروع، ولهذا نطلب شيء وحيد من رئيس الجمهورية أنه يطمئن هذا التخوف، لأننا كما قلت لا نريد أن نعود إلى قبل 17 ديسمبر. احنا عشنا أكثر من 50 سنة تحت ديكتاتورية، الثورة أعطتنا الحرية،
صحيح لم تعطينا الديمقراطية التي كنا نحلم بها، ولكن أعطتنا الحرية، وأعطتنا حرية التنظم، حرية التحزب، حرية يعني التعبير. طيب لنسمع وجهة نظر أستاذ نجيب بنقطتين أساسيتين ذكرت السيدة ريم، بأن هذه المخاوف مشروعة بهذه الهواجس بالعودة إلى الدكتاتورية. أستاذ نجيب أيضا بنقطة أساسية بأنه هذا المواطن التونسي لن يهتم إلى المسار السياسي أو مسار الانتخابات أو أي قانون انتخابات، وحتى بما يتعلق بالدستور، إذا كان هو يعيش حالة إحباط فيما يتعلق بوضعه المعيشي، بوضعه الاقتصادي الصعب الذي يمر به. ما هو ردكم وما هو المطلوب الآن من حكومة السيدة نجلاء؟ للأسف هناك من يتهم قيس سعيد بالدكتاتورية لكنه ينادي بالدكتاتورية العصابات والمافيات. 10 سنوات اللي عملناهم هم الدكتاتورية للعصابات والمافيات، 10 سنوات عملناهم هو تدخل فج أجنبي في كل مشاغل تونس، 10 سنوات قروض وقروض وقروض، لم نرى منها أي شيء في مستوى البنية التحتية أو الواقع المعيشي أو أي إصلاح في أي جانب. وين مشاو 100,000 مليار؟ أنا ماذا بيا مدام ريم تجاوبني عليهم. العشر سنوات الديمقراطية اللي خايفين عليها من الناس كل، إحنا مع الديمقراطية وناظرنا سابقا ضد بن علي، معناها أكثر من 20 سنة واحد ناظر ونطالب بالحرية والديمقراطية. أنا كنت نترأس في معناها في الجامعات التونسية ونناظر، ومع هذا 18 أكتوبر جينا ضد 18 أكتوبر لأن جينا ضد التدخل الخارجي، وقلنا الديمقراطية هي مسألة داخلية وهي شأن داخلي يحسمون النخب التونسية بشعبهم بالالتصاق بالشعب، أن الديمقراطية تبنى بالتدرج مع ما هو اجتماعي، أنه اليوم لابد أن نشبع المواطن ونحقق له الرفاه والاستقرار معناها في العمل والاستقرار الاقتصادي للبلاد. طيب وهنا مسؤولية الحكومة الجديدة يا أستاذ نجيب، صحيح؟ هذه مهام أساسية على الحكومة الجديدة. أعتقد سيدتي أننا نحمل السيدة نجلاء بودن أكثر من مهامها. السيدة نجلاء مطالبة بتحقيق نوع من الاستقرار، من إيقاف هذا الانهيار مع السيد قيس سعيد اللي بدأ فيه بإجراء 25، ثم سيكون البناء يكون بالشركاء. نحن هذا ما ننتظره، أنه وقت توضح الصورة ويتوضح الشرفاء والوطنيين من الفاسدين والعصابات، عندها يبدأ العمل من أجل البناء والإصلاح وبناء تونس أخرى والجمهورية، ونمر إلى الجمهورية الثالثة بتصورات واضحة. بالنسبة لنا في حركة وطن عادل لنا برامج وتصورات واضحة في كل مجالات للدفاع على الجمهورية الثالثة والدفاع على الديمقراطية. قدمتم هذه الرؤية للرئيس سعيد؟ تواصلتم معه؟ احنا صغنا هذه الرؤية تقريبا في بيان 26 جويلية 21. لا انا اتحدث بعد 25 جويلية الماضي استاذ نجيب. اي انا اتحدث على 26 جويلية 2021، معناها حركة وطن عادل اصدرت بيانا اوضحت فيه موقفها من 25 وتصوراتها في المستقبل. اعتقد ربما انا لا انسب نفسي الى قيس او ان يدافع بنا على شخصه، انما اعتقد انه قيس ياخذ كما يغل لانه قريب من الشعب ومن الشباب ويراه في التجارب وينظر، واعتقد انه يتابع الشان العام بكل تفاصيله. نتصور انه هو قريب باعتبار دير الحب الشعب الموجود ليه، لانه هذا الرجل طالب. هل برايكم المزاج الشعبي لا يزال ملتفا حول قرارات الرئيس قيس سعيد كما كانت في 25 جويليا، لم تختلف بعد قرارات 22 من ايلول سبتمبر؟ هذا ما يطمح له بعض السياسة، أنه يطمح أنه المزاج يتغير باعتبار أنه الشعب التونسي باش يجوع وينقلب على معناها 25. أنا نقول لك أنا ريت البارح شعب تونسي وصل يقترح أنه يقدم إعانات وأنه يجوع ويصبر على هذا الرئيس، لأنهم يعتبروه منهم ويروا فيه الصدق ويروا فيه الوطنية، لأنهم ما رويش في 10 سنين في السياسة وفي البرلمان اللي فك البلاد واللي يقسم وأضر بوحدة التوانسة، ما رويش في السياسة اللي ما خموش في التوانسة واللي ما خموش في جهاتهم وما خموش في الأطفال وفي الشباب، معناه ما خموش في المليون بطال والأربعة منين اللي هما تقريبا عاتلين على العمل شبه عمل مسكي، اليوم ما خموش في مستقبلهم، اليوم يراه هما في هذا السيد
صدقية ويراو في أنه وطن ويراو في أنه ولد مدن الغبار وولد الأحياء الشعبية ويحسوا فيه قريب منهم. لهذا أنا أعتقد أن التوانسة مستعدين يصبروا من أجل شخص باش يخدم لأحلامه ولمستقبله، مستعدين يصبروا على الدولة اللي تهتم بهم، اللي تهتم بكل الأحياء، تونس العاصمة المهمشة، اللي تهتم بالمناطق الداخلية، اللي تهتم بما يسمى بالوراء البلايك وكل المفقرين في هذا الوطن. أنا نعتقد اليوم كما حركة وطن عادل وثم شرفاء عديدين في تونس، احنا نساند ونصبر على الاجراءات. ما تنجمش التغيير عملية البناء تتطلب. طيب سؤال سريع استاذ نجيب، كم ستدوم مدة هذه الاجراءات اللي تبقى استثنائية؟ هذا مرتبط بطبيعة الملفات. اليوم ما نعرفوش حجم ملفات الفساد. انا مانيش في موقع في الدولة باش نحدد اليوم حجم ملفات الفساد. انا مانيش في موقع القضاء باش نقدروا ونشوفوا اليوم. اليوم ثم شك في كل الهيئات حتى في الصلب، معناها طيب. سيد أريب وهنا اسمح لي، هل الوقت لصالح من وجود يعني استاذ نجيب انت مصر على اعطاء الوقت والمهلة لهذه الاجراءات الاستثنائية؟ ما الذي يجعل هذه الاجراءات الاستثنائية اجراءات دائمة؟ وهل الوقت بصالح الرئيس قيس سعيد؟ أنا نعتبر أنه كل عمل أستاذ نجيب الوقت. السؤال للسيد أريم أستاذ نجيب السؤال للسيد أريم تفضلي. شكرا سيدتي. هذا هو التخوف، هو أنه الإجراءات الاستثنائية تدوم يعني وتصبح غير استثنائية، ولهذا نطالب أن تسقف هذه الإجراءات الاستثنائية، وأيضا لكي تعرف الحكومة ورئيسة الحكومة مع حكومتها ماذا ستعمل في فترة، ما هي الفترة الزمنية التي ستشتغل فيها، وما هي الأولويات التي يمكن أن تضعها. يعني بدون تسقيف هناك خشية أن تدوم هذه الإجراءات الاستثنائية. يعني هذا هو التخوف الكبير. كذلك نعم مع الإصلاح الدستوري، ونحن يعني الدستور هو قابل للتعديل، نعم نعدله ونعدله مع أكثر تشاركية لأنه هذا يهم كل المواطنين. كذلك التعديل القانون الانتخابي نعم، ولكن يكون أيضا بتشاور. ما نطلبه من رئيس الجمهورية هو الانفلات. سيد أريم بالنسبة لكم أنتم مع تحول هذا النظام إلى نظام رئاسي؟ هو تبين أنه النظام السياسي الذي كان موجود الهجين برأسي السلطة التنفيذية هو غير مناسب إلى شبه برلماني للشعب التونسي، ويعني ولكن يمكن أن نتجه إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي، ولكن يجب أن تكون هناك برلمان قوي أيضا، يعني سلطة وسلطة مضادة، والتفرقة بين السلطات هذه هي الأبجديات متاع الديمقراطية. يعني يمكن هذا أن يكون في إطار تفكير جماعي، ونتعظ بالتجربة متاع 10 سنين والأخطاء التي كانت موجودة. ولا ننسى أنا يعني كنت نائبة مؤسسة وكنت شاركت في كتابة هذا الدستور. هذا الدستور كتب بدماء الشهداء، كتب بالدموع، كتب بالنضالات النسائية في الشارع، كتب يعني لم يكن سهلا لأن نصل إلى هذه المعادلة، أن كانت هناك قوى موازين قوى منخرمة داخل المجلس، وكانت الحركة النهضة يعني هي اللي كانت تريد أن تملي لنا. وأسمح لي من واقع حركة النهضة سيدة أريم أن أختم معك أستاذ نجيب. نحن مقبلون على مكونات مختلفة للمشهد السياسي التونسي، وهل تقف عند حدود الرئيس قيس سعيد يعني بما سيتخذه من خطوات تغير ملامح المشهد السياسي، من تعديل الدستور إلى تعديل النظام الانتخابي إلى برلمان جديد وحتى النظام السياسي القائم؟ بخلاف مسألة تغيير النظام السياسي وقانون الانتخابي وغيره كما طلبنا حتى هذا سابقا، اللي هو أصبح دستور معطل والنظام السياسي زاد معطل في تونس ما يسمحش بالبناء، أقولها أنه البناء لابد أن يكون على الجديد. حان الوقت اليوم أن يرحل القديم كامل المشهد بمكوناته، لأنه اليوم وبعقليته الأساس
أنك عندما تبني معناها مشهد جديد تبنيه بعقلية جديدة، لا يمكن لنا أن نبني مشهدا سياسيا بعقلية الستينات والسبعينات، نفس مكونات ونفس زعماء الحركات السياسية في الستينات والسبعينات هم التو موجودين ويحبوا يمروا للجمهورية الثالثة، عاشوا الجمهورية الأولى بكل انتكاساتها وإيجابياتها وغيرها، عاشوا الجمهورية الثانية بانتقال ديمقراطي مزعوم ثم يريدون المرور. لا بد من تجديد النخبة السياسية والمشهد السياسي بوطنيين وشرفاء من أجل بناء تونس أخرى، تونس جديدة ووطن عادل وشعب سعيد. شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب الحاجي القيادي المؤسس في حركة وطن عادل، كنت معنا من العاصمة التونسية. الشكر موصول لك سيدة ريم محجوب رئيسة المكتب السياسي بحزب أفاق تونس، أيضا كنت معنا من العاصمة التونسية. شكرا الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة لحلقة الليلة من تونس سؤال المصير، في أمان الله.